عم في ايه يا عم؟ طب خلاص خلاص ماشي ماشي. حسب الابلكيشن لو احنا
انجن انا باخد كيو هاي من الـ من الهوت ريسيرفوار بلس بتطلع للورك بيطلعها بالتربن وبيطلع كيو لو امرها متساوي بالزيرو. دي في حاله الهيت انجن. لكن الهيت بامب باخد من الـ من الكولد ريسيرفوار وباخد ورك من الـ من الكومبريسور وبيطلع كيو هاي للهوت ريسيرفوار. سلم عليا. لو انا بخليه دايما من بره شايفاه سايكل بتستخدم حراره من هاي تمبريتشر ريزرفوار وبترمي حراره من لو تمبريتشر ريزرفوار وباخد وورك ميتش I'm
كارلو. مين كارلو؟ مين كارلو؟ هو حتى الافيشنسي كده والماكس الديك الماكس بالنسبه لسي. مين كارلو سايك؟ كارلو سايك ريفرسبل ثيوريتيكال سايك. يبقى احنا عندنا كارلو يعمل ريفرس بول ريفرس سيت ريفرس ثيوريتيكال سايكل. انا عندي لو هيت انجن اسمها ريفرس بول هيت انجن ده كارلو هيت انجن. عندي كارلو هيت بامب او كارلو او كارلو ريفرجريشن او ريفرجريتور يبقى ريفرس بول ريفرس سيت هيت انجن. اي هيت انجن
في تقريباً مني أكيد أصغر أو تساوي الكي 3. مين الكي 3؟ اللي هي كارلوس. واحد ناقص تي واحد. اللي هي ريفيرت. قولنا ده لا ريفيرت ولا ريفيرت، عشان كده هيجي أصغر أو تساوي الكفاءة. مين إن؟ البند الإنعكاسي اللي فيه مشاكل، اللي فيه فورس ولا ريفيرتيبلتي، الأكشوال لازم تكون كفاءته أقل من هذه دي 3. أمين. مين إن؟ المثال التيوريك اللي ما بيحصلش، اللي ما فيهوش أي فورس. طب الاي تمام تساوي ايه؟ واحد ناقص تي واحد. Got it.
مكان عندي مثل الريتور. فالبروفيشنال بيرفورمانس بتاعته هي يو نو، يعني هي يو نو يو هاي يو نو لازم تكون اقل من الماكسيمم، ودي بتبقى في نو على سي هاي. اذا تساوى يبقى ريتور. Come on.
يرحمه. في ناس كمان لا دعم ضمير ولا دعم ضمير وكمان في ناس بلا. لا انا ما اعرفش. ما انت لسه تسرق وبص مش عارف. Thank you.
اتكلم عن الفيرجن كونسبت، عشان هي دي اللي بتديني دايما احسن حاجه. احسن حاجه دي يعني لو عندي ام معين يبقى احسن حاجه بيطلع لي وورد كبير اكبر حاجه هو ده ماكس. واذا كنت عايزه وورد معين يبقى بالاقل ام هو ده اللي يحقق لي نفس الكلام بالنسبه للديت بامب Thank you.
Aksa bu şekilde.
Yeah.
طب انا قلت الانترنال انفيرتبل ليه؟ عشان لسه ليا كلمتين عايزه. ¡Gracias!
السيستم والسرعه. طيب لو وصلنا الاثنين شلنا ايه؟ هرجع النقطة واحد، لا لو رجعت واحد هسيب اثر على السجاره، يعني عشان ارجع انا كنت هنا مازال فوق، لو شلت ايدي هيطلع لي فوق، عايز اوصل نفس النقطة هيطلع لي ورك اقل، والحرارة اللي خدتها او جسمك اللي دخلت مش هتبقى نفسها، يبقى انا هرجع لنفس النقطة لو حبيت بالورك تاني بحرارة تانية لو بنفس السرعة، او اتحول نفس الحالة لسراوندنز اخر، ممكن ارجع بس مش هرجع على نفس النقطة، وانا عارفة النقطة اللي انا ربط عليها عشان ارجع عليها مفيش نقطة محددة للذهاب ولا في العودة، واللي خدته مش هرجعه. لان فيه ايه اللي هيعمل لي ديسيديشن للورك؟ الفريكشن. كلمه وجود فريكشن معناها ان انا وانا بنزل وورك هي بتاخد جهاز الورك عشان نقدر نتغلب على الفريكشن، يبقى اللي بيروح عشان يعمل الكومبريشن مش كل البوك كده، جزء بيروح للتغلب على الفريكشن. طب والفريكشن ده بيعمل ايه؟ مش هيطبق على جزء ولا بيستخدم ولا بيطبق من عدم، ده في بوك امتى؟ هتحول بحراره. يبقى الحراره اللي طلعت جوه نتيجه الفريكشن هتأثر لي على كميه الحراره اللي لازمه عشان نرجع تاني. لو كان عندي اجراء ريفرسبل واجراء ريفرسبل واجراء انترنال ريفرسبل، ايه اللي مشترك فيه؟ الثلاث اجراءات دول واحد سواء ريفرسبل او غير ريفرسبل، انترنال او اكسترنال، ايه اللي متساوي فيهم وايه اللي مش متساوي فيهم؟ اتغير في اي خبر من واحد الى اثنين متساوي، سواء ريفرسبل او ايرفرسبل. يعني ايه؟ انا طايره حركت من واحد الى اثنين، ثلاثة ريفرسبل من واحد الى اثنين، هل فرق ولا ريفرسبل؟ لا. طيب ده ايه؟ انتبه ايه؟ لو ده اي جي جاز. ده ده ايه بتساوي ايه في اي جي جاز؟ ام سي بي ده ده. طيب البريشر تغير فيه واحد. التغير في الفوليوم واحد، يبقى التغير في الفريكشن واحد، يبقى التغير في الانترنال انرجي واحد، يبقى انا عندي اي دلوقتي بتساوي بين نقطتين سواء ريفرسبل او ايرفرسبل. طيب والبرد والحراره من واحد الى اثنين هل متساوية لو ريفرسبل او ايرفرسبل؟ لا.
مفيش فاشل يبقى الموت لازم تكمل دي تكمل. اما الغور ار بس كل مال تساوي ايه؟ ما نعرفش حسب وانا عارفه مش ازاي ولا يمثل لا اريا تحت الكرسي ولا يمثل اي قانون لا يمثل الفرس الغور الريفرسبل الا بالفرس اللي هو في كامل الاريا تحت الكيرف في دي بي تساوي فيكتا مور ريفرسبل توتالي او الكيرف وانا الاريا تحت الكيرف وانا تحت الكيرف طب حتى نقط يعني احتمال يكون لسه هنا الاريا تحت مور الريفرسبل لا تمثل شيء لا في بي دي بي ولا في بي دي بي عشان هقول حاجه ثانيه بقى قدام شويه. ما ناخد الدم ونشوف ايه Thank you.
خلاص دلوقتي الجاز ده لما اقول بس يعني مفيش فريكشن سواء توتال او تيرناري هنا مفيش اي بقى يا بني لو مفيش فريكشن يبقى توتال ريفرس فانا هوصل من واحد الى اثنين في واحد بيجي اثنين والنقطة
درجة الحرارة كتير. المرج ده أعلى المرج. طيب حضرتك هنا بعيدة. الأريا كانت واحد اثنين وفيستيفال هي بور. طيب تحت الأريا فيستيفال. يس. ولا لا